فهذا الحديث الضعيف ممكن يوافق ما أحله الله، ممكن أن يوافق ما حرمه الله، ولكن إذا هذا الحديث الضعيف صار مخالفا لما أحل الله وما حرم الله سبحانه وتعالى، فقد يروي الإنسان حديثا لا ينتبه له يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى، وقد يروي حديثا يوافق عاما، يوافق خاصا، يوافق مطلقا، يوافق مقيدا، يوافق ناسخا، يوافق منسوخا، قد يوافق الحديث مبينا، لكن إن خالف هذا فيه خطورة. حكم عام في الكتاب مقطوع به، هل أخصص هذا الحكم بحديث ضعيف؟ يعني مثلا يقول تبارك وتعالى صلوا، فصارت الصلوات الخمس واجبة، وصلاة الجمعة على الرجال دون النساء صلوات الخمس مشتركة، وبقراء صارت صلاة الجمعة واجبة على الرجال، يعني يشترط فيها الذكورة مع شروط أخرى، وهذه مثلا سنن مؤكدة في حق الرجال والنساء كخسوف وكسوف والعيدين والاستسقاء وإلى ما يتبع ذلك والجنائز، فهل أخصص هذا، أخصص العام أو أعمم الخاص أو أقيد المطلق أو أطلق المقيد أو أقلب الناسخ والمنسوخ بحديث ضعيف؟ هذا لا يجوز، لأن هذا الحديث الضعيف ما ترجح من جهة الراوي، من جهة الضبط ترجح عند المحدث أن هذا الراوي أو هذه الرواية فيها إشكال، أو أن هذا الراوي فيه إشكال من جهة العدالة لا من جهة الضبط، أو هذه الرواية مخالفة للثقات، أو هذه الرواية ضعيف خالف الثقات وإلى ما يتبع ذلك. فهل بهذا هذه الإشكاليات التي تطرأ على الراوي وتطرأ على المتن، هل ما ترجح عند المحدث من الصحة والضعف أو عند الأصولي من الصحة والضعف من جهة المتن أخصص عاما وأقيد مطلقا، أو العكس، أو أنسخ ناسخا، أو أبين مجملا؟ أقيم الصلاة، جاءت نصوص العلماء بين كيف أقيم هذا المجمل، وهذه النصوص صحيحة، اختلفوا في فرعيات، فهل آتي بحديث ضعيف أبين هذا المجمل قد يقول أن الصلوات صلاة الظهر ست ركعات؟ فالحديث الضعيف في الأحكام هذه مشكلته كبيرة، خصوصا إذا كان الضعف من جهة المتن، لأن في بعض الأحيان يكون الضعف من جهة الراوي لكن هذا النص يوافق الأصول، يكون قويا، الله قوي، الله كريم، متفق على ضعف راوي لكن المتن صحيح، فضل الصلوات، فضل الصيام، فضل الزكاة، فضل الأخلاق وإلى ما يتبع ذلك، لكن لما يكون ضعيفا من جهة المتن هذا فيه خطورة، وهذا الإنسان يأثم بنقله دون تحرن، لأنه فيه تغيير لأحكام الله سبحانه وتعالى، أو لإنشاء أو ينشئ أحكاما غير مرادة.